بيبدأ الفيلم في قصر كبير لعيلة غنية، وبيظهر طفل بيجري بأخوه الأصغر منه علشان يخبيه، لحد ما بيوصل عند دولاب وبيدخل أخوه جواه وبيطلب منه ما يعملش صوت وبيقفل عليه. وفجأة بيظهر شخص لابس بدلة فرح وبيطلب منه المساعدة وبيقول إنهم عاوزين يقتلوه، لكن الطفل بيصرخ وبيقول على مكانه. وبيجي ناس معاهم أسلحة وبيكونوا ماسكين بنت لابسة فستان فرح، ومن ده بنفهم إنها مراته، وبيضربوا زوجها قدامها بالسهام وبتحاول إنها تنقذه لكنها مش بتقدر. وبياخدوه وبيدخلوا بيه الغرفة وبيقفلوا الباب. وبعد مرور 30 سنة بنشوف بنت اسمها جريس وهي بتستعد علشان فرحها، وبتكون جريس قاعدة في أوضة لوحدها لحد ما بيجي عريسها أليكس، وأليكس بيبقى مبسوط جدا لأنه أخيرا هيرتبط بحب حياته. لكن جريس بتبص على أهل أليكس من الشباك وبتقول له إنها حاسة إن أهله مش مبسوطين، وأكيد إنهم فاكرين إنها بتتجوزه علشان طمعانة في فلوسه. لكن أليكس بيقول لها إنهم لما يعرفوها كويس هيحبوها، وبيطلب منها تعطيهم شوية وقت لحد ما يتعودوا عليها. وبعد شوية بيجي دانيال أخو أليكس وبيقول له إن الفرح جاهز والمعازيم منتظرينهم، وبيسلم على جريس وبيقول لها ان قدامها فرصه تهرب قبل ما تكون جزء من العيله الغريبه بتاعتهم. وجريس بتكون فاكره انه بيهزر معاها، لكن الغريب ان اليكس بياكد كلامه وبيقول لها لسه قدامك وقت تهربي. وجريس بتظن انه بيهزر وبتقول له انها بتحبه ومش هتتخلى عنه. وبعدها بينزلوا لتحت علشان يبدا الفرح، والعيله كلها مش بتكون حابه جريس. وابو اليكس بيقول لابنه دانيال ان اليكس ما عرفش يختار صح، وبتكون جريس واخده بالها من كل اللي بيحصل وبتبقى متضايقه لحد ما بتيجي ام اليكس وبتقول لها انها حاسه بيها لانها كانت في يوم من الايام مكان، وان وقتها العيله كلها كانت بتظن انها طمعانه في ابنهم وبتنصحها تكبر دماغها منهم وما تفسدش فرحتها. وبعد ما بيخلص الفرح بيطلع اليكس وجريس لغرفتهم، وفي الغرفه جريس بتتفاجئ ان هيلين عمه اليكس موجوده في الغرفه، وبتقول لهم هيلين ان العيله مستنيينهم تحت وبتقول لهم ينزلوا في اسرع وقت. وجريس بتسال اليكس ازاي عمته دخلت للغرفه وهم قافلين الباب، فبيقول لها انها دخلت من باب الخدم. وبترفض جريس انها تنزل تقعد مع عيلته وبتطلب منه ياجلوا النزول لبعدين، فبيقول لها ان في طقوس لازم تتعمل وانها اهم من الزفاف نفسه. وبيعرفها انها لما تنزل تحت هتلاقي العيله كلها مستنياها، وده علشان تلعب معاهم لعبه، وبتكون عباره عن انها هتسحب كارت مكتوب فيه اسم اللعبه اللي هيلعبوها، واللعبه اللي هتطلع لازم كلهم يلعبوها. وجريس بتكون مستغربه من الموضوع ده، لكن اليكس بيطمنها وبيقول لها ان اي فرد جديد بيدخل العيله لازم يعمل الطقوس دي، فبتوافق وبتكون حاسه انها لو عملت كده هتقرب من العيله وهيحبوها. وبعدها اليكس بيسيبها تجهز نفسها وبينزل عند ابوه، وابوه بيساله حكى ايه لجريس عن اللعبه اللي هيلعبوها، فبيقول له انه ما حكاش حاجه ومش هيحكي حاجه، كل اللي هو عاوزه ان اليوم ده يعدي وبعدها هياخدها ويمشي من القصر. وهنا ابوه بيساله هيعمل ايه لو جريس اختارت الكارت الغلط، هل وقتها هيعمل المطلوب منه؟ فبيتوتر اليكس ومش بيرد عليه وبيمشي. ولما بتنزل جريس لاوضه الموسيقى اللي متجمعين فيها بتستقبلها بيكي ام اليكس وبتشكرها انها رجعت ابنهم ليهم من تاني لانه كان مقطعهم وسايب البيت من فتره كبيره. وبتوصل ايميلي اخت اليكس وبيكون معاها جوزها فيتش واولادهم. في الوقت ده بيجي والد اليكس وبيفتح الباب اللي شفناه في اول الفيلم وبيقول لجريس ان ده كان خاص بافراد العيله بس، وبيتجمعوا كلهم على ترابيزه العاب كبيره. وجريس بتستغرب من شكل المكان وبيطلب منها انها تقعد على الترابيزه. وبيبدا ابو اليكس يحكي لجريس عن قصه العيله بتاعتهم، وبيعرفها ان جده كان تاجر العاب وكان بيدور على شخص يمول ليه الشغل بتاعه، وكان بحكم التجاره بيسافر من بلد لبلد لحد ما في يوم قابل رجل اعمال اسمه بيل على سفينه لما كان مسافر. وكان بيل بيشتغل تاجر تحف، ولما عرف انه تاجر العاب عرض عليه لعبه وعطاله صندوق وقال له لو قدرت تحل اللغز قبل ما السفينه توصل للمينا هتكسب، وقتها هيمول له الشغل بتاعه. وفعلا بيفضل جد اليكس يحاول انه يحل اللغز ده قبل ما السفينه توصل للمينا لحد ما فعلا بيقدر اخيرا يحل. وبسبب الموقف ده العيله بقت غنيه جدا. بعدها تاجر التحف ده ساعده لكنه كان عنده شرط واحد، وهو ان اي حد جديد يدخل العيله لازم يحط كارت في الصندوق، والصندوق هيكتب اسم لعبه على الكارت، ولما يخرجوا الكارت من الصندوق هيلعبوا كلهم اللعبه اللي موجوده على الكارت. وبعدها جريس بتاخد الصندوق وبتسحب الكارت وبتفضل تضحك لما بتشوف اسم اللعبه، وبتقول لهم انهم هيلعبوا استغماية، لكن كل افراد العيله بيترعبوا لانها اخطر لعبه موجوده في الصندوق، وهي نفس اللعبه اللي ظهرت للراجل اللي اتقتل في اول الفيلم من 30 سنه، ومعنى انه مش معاهم يبقى اكيد هو مات والعيله هي اللي قتلته. وابو اليكس بيقول لها يلا نبدا اللعبه، واليكس بيقرب من جريس وبيقول لها بصوت واطي تقابله في اوضتهم بعد شويه. وابو اليكس بياخد جريس علشان يشرح لها اللعبه وبيقول لها انهم هيعدوا لحد 100، وفي الوقت ده لازم هي تكون استخبت في مكان جوه البيت، ولو قدرت تستخبى منهم لحد الفجر هتخلص اللعبه وبكده هتكون هي اللي كسبت. ومش بيعرفها لو خسرت ايه اللي هيحصل، وبيعرفها انه هيبدا يعد، وبيطلب منها انها تروح تستخبى بسرعه. وبتروح جريس تستخبى وبتكون مبسوطه ومستمتعه باللعبه معاهم. وبيكون في الوقت ده ابو اليكس بيوزع على افراد العيله اسلحه وبيعرفهم ان اللي يلاقيها لازم يصيبها بس ما يقتلهاش، وبيحط اسطوانه بيشغل عليها موسيقى وصوت واحد بيعد لحد 100. وبتكون جريس مستخبيه في مصعد الطعام، تبقى قاعده مستنيه علشان تكسب، لكنها بتزهق من القعده وبتقرر انها تروح على اوضتها، وبتلاقي ان اليكس
شدها للأوضة فورا علشان يحذرها من اللي بيحصل، وقبل ما يشرح لها بتكون المربية بتاع جورج ابن إيميلي بتدور عليه وبتدخل عليهم الأوضة، فبيستخبوا منها فورا. وبتيجي المربية تطلع من الأوضة بتاخد طلقة في وشها من مسدس إيميلي واللي قتلتها لأنها كانت فاكراها جريس، وبتنادي على والدها علشان يشوف اللي عملته، فبيقول إنها المفروض تضربها في جسمها مش في وشها، وده لأنهم عايزينها حية للطقوس اللي هيعملوها ووقتها يبقوا يقتلوها. وبينقلوا الجثة بسرعة لبره الأوضة، وبيقوم أليكس من على الأرض وبياخد جريس معاه، وبيقول لها إنها اختارت الورقة الوحيدة اللي خطيرة من ضمن الورق كله، وهي لعبة الاستغماية، وإن أهله لازم يقتلوها قبل ما الشمس تطلع، وإلا هتصيبهم لعنة وهتقتلهم كلهم. وبيقول لها إن اللعنة كانت هتصيبها هي نفسها لو اتجوزته ورفضت تلعب معاهم، ووقتها كانت هتموت زي ما عمه الكبير حصل له هو ومراته، وكمان بنت عمه ماتت لنفس السبب. وبيقول لها تمشي في ممر الخدم لحد ما توصل للمطبخ، وهو هيروح يفتح لها الأبواب. ولما بتوصل لنهاية الممر بتتفاجئ إن في بابين، وبتغلط وبتخرج من باب غلط، وبتلاقي نفسها متحصرة بين هيلين وتوني من ناحية وإيميلي من ناحية تانية. ولأن إيميلي بتكون شبه سكرانة بتفضل تضرب بالمسدس بتاعها ناحية جريس، ولكن ما بتعرفش تصيبها، وبتكون السبب في إنها تهرب منهم بسرعة قبل ما يمسكوها. وبتستخبى في أوضة البلياردو، وهناك بتلاقي دانيال طالع من ممر الخدم اللي جنبها، وبيبص لجريس وبيقول لها إنه جاي يشرب حاجة ومش جاي علشانها، وهيديها 10 ثواني تهرب، وبعدها هيقول إنه شافها، وبيبان عليه إنه مش مهتم باللعبة، وبيستنى فترة، وبعدها بينادي على أهله وبيقول لهم إنه قابلها هنا لكنها هربت منه. وبتدخل عليه إيميلي وهي بتعيط لأن المسدس بتاعها ضاع منها وبقت من غير سلاح، فبيديها جوزها فتش القوس بتاعه علشان تستخدمه بدل سلاحها. وأثناء كلامهم بتدخل عليهم المربية التانية علشان تبلغهم بمكان جريس، ولكن قبل ما تكمل كلامها بيطلع سهم من سلاح إيميلي بالغلط وبيدخل في بق المربية وبيقتلها. وبتفضل إيميلي تعيط بسبب إنها فاشلة وما بتقتلش إلا المربيات بس، وبيقرروا كلهم إنهم هيشغلوا الكاميرات علشان الوقت بيمر ولازم جريس تموت قبل الفجر. وبتكون جريس وصلت لأوضة الموسيقى وبتاخد سلاح من على الحيطة علشان تحمي نفسها بيه، وبتتحرك على المطبخ زي ما قالها أليكس، لكنها بتلاقي الطباخ موجود هناك فبتستخبى منه قبل ما يشوفها. وبيكون أليكس قدر يفتح الكاميرات والأنوار وأقفال الأبواب علشان جريس تقدر تهرب من البيت، بس الطباخ بيكون واقف على باب الخروج فبتظهر له بالسلاح اللي معاها وبتضرب عليه لكن ما بيحصلوش حاجة، وبيقول لها إن السلاح والذخيرة دول للزينة مش أكتر، فبتضربه ببراد الشاي وبتهرب من المطبخ قبل ما يمسكها. وبيكون دانيال وأبوه دخلوا على أليكس أوضة المراقبة وبيعرفوا إنه ناوي يهربها من القصر، فبيضربوه على راسه وبينقلوا له الأوضة بتاعته وبيكتفوه في السرير علشان ما يهربش منهم تاني، وبيتكلموا عن أليكس إنه بيحب جريس ومش هيسمح لهم يكملوا اللي بيعملوه علشان كده لازم يفضل متكتف. وبتكون جريس سمع الكلام لأنها مستخبية على سطح القصر، وبتنط من على السطح في الجنينة وبتفضل تجري لحد ما بتستخبى في مزرعة الغنم، وبعد شوية بتلاقي حد معاه نور داخل للمزرعة، وبتلاقي إن جورج هو اللي ماسك الكشاف وجاي وراها، وبتطمن لأنه مجرد ولد صغير لكنه بيكون مجنون هو كمان زي باقي عيلته، وبيكون معاه المسدس بتاع أمه إيميلي، وبيكون خده لما وقع منها وبيضرب بالمسدس على جريس وبيصابها في إيدها، فبتضربه وبيغمى عليه، وبعدها بتوطي علشان تاخد منه الكشاف، فبتلاقي قدامها خروف وبتتخض منه، وبترجع لورا بسرعة وبتقع في بدروم المزرعة واللي بيكونوا عاملينه قبر لكل اللي اتقتلوا في القصر، وبتلاقي جريس هياكل عظمية الناس كتير، وبتحاول إنها تطلع بإيد واحدة على السلم المكسور اللي قدامها لحد ما بتوصل لفوق أخيرا، وبتقطع حتة من فستان فرحها وبتلفها على إيدها المصابة، وبتجري ناحية سور القصر علشان تهرب منه، وهنا شيري مرات دانيال بتكون واقفة وبتشوفها، وبتبلغهم في القصر إنها هربت ناحية الغابة، فبيروح الطباخ وراها علشان يطاردها، وبيبلغهم بكل الجديد من خلال التليفون لحد ما بيقدر يوصل لها، وبيهجم عليها لكنها بتخربشه في وشه وبتقدر تهرب منه، وبتاخد عربيته منه وبتهرب بيها، وبتتصل بخدمة العملاء الخاصة بالعربية علشان يتصلوا بالشرطة، بس خدمة العملاء بيقولوا لها إنه واضح عندهم إن العربية دي مسروقة، وإنهم مضطرين يوقفوا العربية عن العمل، وفعلا بيفصلوا الطاقة عن العربية، وبتفضل قاعدة في العربية على أمل إن الشرطة هتجيلها، لكن بتلاقي الطباخ جنبها وبيكسر إزاز العربية عليها وبيضربها برصاص التخدير، وبينقلها في الكنبة الخلفية وبيتصل بتوني علشان يطمنه إنه قبض على جريس وإنه في طريقه ليهم، وبيكون فرحان جدا إنه قبض عليها، وبيشغل موسيقى بصوت عالي كنوع من الاحتفال. وبعد شوية بتفوق جريس من المخدر وبتتحرك علشان تضربه، والعيلة بيكونوا شايفين كل حاجة وبيحذروه، لكن بسبب صوت الموسيقى العالي مش بيسمعهم، وبتضربه جريس أكتر من مرة لحد ما بيفقد السيطرة على العربية وبتتقلب، وبيغمى عليها فترة بسيطة، وبعدها بتفوق وبتحاول تهرب من العربية، لكن بتلاقي دانيال قدامها وبيضربها بالبندقية علشان ينقلها للقصر، وبيكون عمل كده علشان عارف إن أبوه بيراقبه، وبينقلوا جريس للقصر سوا، وبيجهزوا كلهم الطقوس علشان هيضحوا بيها، وبيكونوا لابسين لبس غريب ومكتفين جريس قدامهم، وبيشربوا شراب معين وبيمثل دانيال إنه شرب معاهم، لحد ما كل الموجودين بينزفوا مرة واحدة، وبيطلع إن دانيال كان حاطط سم بكميات بسيطة
بسيطة في المشروب علشان يتعبوا مؤقتا بس ما يقتلهمش، وبيفك جريس بسرعة علشان يهربها، وفي نفس الوقت بيقدر أليكس انه يهرب من اوضته اللي متكتف فيها، وبيهرب دانيال وجريس من الأوضة، لكن شيري مراته بتطاردهم وبتهدده بالمسدس انه يسيب جريس لانهم لازم يضحوا بيها، ولكن دانيال بيرفض، فبتضربه شيري بالنار وبتقتله، وبتجري جريس عليها وبتضربها، وبعدها بتروح عند دانيال علشان تشكره وبتهرب، ولكن في طريقها بيطلع لها توني وبيحاول يمنحها من الخروج، فبتاخد المصباح اللي جنبها وبتضربه بيه، وبعدها بترمي المصباح من ايدها، ولانه شغال بالوقود بيولع في الستاره، واثناء هروب جريس بتلاقي بيكي قدامها وبتهجم عليها، وبتقول لها انها لازم تموتها علشان تنقذ عيلتها، وبالرغم من حبها ليها الا انها بتحب اولادها وجوزها اكتر، وبتقدر جريس انها توصل لصندوق الالعاب وبتضرب بيكي بيه، وبتفضل تضربها بيه لحد ما بتقتلها، وبيدخل اليكس عليها بعد ما قتلت امه، وبيقول لها ان دانيال كمان مات، واكيد هي مش هتكمل معاه بعد اللي حصل لها بسببه وبسبب عيلته، وبيكتفها وبينادي على باقي عيلته علشان يقتلوها، ويكملوا طقوس التضحيه قبل ما الشمس تطلع، وبتدي هيلين السكينه لاليكس علشان يقتل جريس بيها، وبدل ما يطعنها في قلبها بتقدر تفلت منهم وبتيجي الطعنه في كتفها، وبيكتشفوا ان الشمس طلعت، وكل العيله بتترعب وبيكونوا مستنيين عقاب بيل لانهم ما عرفوش يقتلوها، وبينفجروا واحد ورا التاني بسبب اللعنه اللي عليهم، وبتاخد جريس بالها من شبح بيل اللي موجود على الكرسي، وان كل كلامهم كان حقيقي، ومش بيكون فاضل في العيله كلها غير اليكس اللي بيقرب من جريس وبيقول لها ان بيل مش هيقتله لانه جوزها، لكن جريس بتقلع الخاتم بتاع الجواز وبترميه في وش اليكس، وبما انه ما عادش جوزها فبينفجر هو كمان، وجريس بتسيب البيت وهو بيولع وراها، وبتفضل قاعده على سلم القصر، وبكده بقت هي الوريثه الوحيده لكل ثروه العيله، وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه علشان تشوفوا الملخصات اللي هتنزل بعد كده، وسلام.